رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 76 عاما رئيسا للبلاد منذ 14 عاما ووزيرا على مراحل مختلفة، يعد رمزا من رموز جيد الثورة الذي بقي في السلطة. عبد القادر بن صالح 72 عاما، حاليا هو الرجل الثاني بالدولة يرأس مجلس الأمة وثاني أكبر أحزاب المولة، ويحسب بن صالح أيضا من رموز الجيل القديم. الفريق أحمد جايد صالح 73 عاما، رمز عسكري على مدى قرابة نصف قرن، يرأس أركان الجيش وينوب وزير الدفاع، ومحسوب أيضا من جيد الثورة الجزائرية. العقيد توفيق مدين 74 عاما، من أكثر الشخصيات العسكرية المخابراتية الجزائرية إثارة للتساؤل والفضول، تندر عنه الصور ويقال إنه رسم مصير الجزائر على مدى عقود. عبد الملك سلال 65 عاما، في الحكومة الجزائرية منذ قرابة 20 عاما، محسوب على جيد الاستقلال، ولكنه من أكثر داعمي استمرار القيادات المتقدمة في السن على رأسهم بوتفليقة. دحو ولد قابلية 80 عاما، رمز من رموز جيل الثورة في الجزائر، واستمر في تقلد المناصب إلى الآن، حيث يقود وزارة الداخلية الجزائرية منذ عدة سنوات. تلك هي تشكيلة أهم قادة الحكم في الجزائر حاليا، تشكيلة يفوق عمرها جميعا 70 عاما باستثناء رئيس الوزراء، ومعروف أن السن القانوني للتقاعد بالجزائر هي 60 عاما بالنسبة للوظائف العادية، ومعروف أيضا أن نسبة السكان الذين تفوق أعماره 65 عاما نحو 6%، فيما يمثل الشباب حوالي 75%. منذ عشرات السنين يجري الحديث في الجزائر عن أهمية وفائدة انتقال السلطة إلى جيل الاستقلال من الشباب الذي بلغ من العمر 51 عاما، وفيما يجري الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية تعد مصيرية في شهر أبريل المقبل. لم تبدي الأحزاب الحاكمة أو القريبة من الحكم مرة أخرى استعدادا للتغيير، إنما جددت مطالبتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترشح للرئاسة مرة أخرى برغم معاناته الصحية، حيث أنه شخصيا لم يبدي الاستعداد للترشح حتى الآن. هناك في الشارع الشبابي وفي مواقع التواصل حديث عن ما يسمى بالبيريسترويكا الجزائرية المتصاعدة، فقد اتسعت رقعة المطالبين بتغيير التركيبة البشرية والتنظيمية والإدارية للحكم في الجزائر، وبرزت الكثير من الأسماء التي لم يكن لها أي ارتباط بالسلطة أو الخلايا أو التنظيمات الدائرة في فلكها. وإلى جانب كل ذلك، هنالك هوة كبيرة بين الأقطاب السياسية بشأن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم من رحيلها. الإسلاميون بجميع توجهاتهم يطالبون علنا أو ضمنا بالتغيير، التيار الديمقراطي والليبرالي أيضا باستثناء الأحزاب التي دخلت في شراكة سياسية وحصلت على مناصب وزارية. السلطات الجزائرية اليوم تبدو كما لو أنها فهمت أن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة هو أعسر امتحان لها ربما منذ عقود، بالنظر إلى حالة الوعي السياسي التي تسود شريحة واسعة من الشباب، وكذلك بسبب جيوب انعدام الثقة في المستقبل والتي انتشرت في العديد من المناطق والمؤسسات. امتحان أعسر لأن عوائد النفط المذهلة التي حققتها الجزائر في العقدين الأخيرين لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تقضي على المطالب المستمرة في السكن والوظائف والصحة والمواد الاستهلاكية، بل ضاعفت من متاعب الإدارة السياسية للبلد. الحديث لا يتوقف عن سوء الإدارة والفساد وعن تبديد الأموال العمومية. وإذا كانت طبقة الشباب التي تتدعم سنويا بمئة ألف خريج جامعي قد قلت أو تلاشت ثقتها في التمكن من المشاركة في صنع القرار عبر ما تقدمه السلطة من فرص، فإن الأمل أيضا ضعيف جدا على ما تقول أغلب المصادر بشأن ما يمكن أن تقدمه المعارضة لتحقيق الانتقال بالحكم إلى جيل الاستقلال.